النهارده انا عايزه اعمل لكم فراخ جديده شويه، هي فراخ بالمشمشيه وبالجنزبيل والنعناع الاخضر، وكمان معانا هعمل لكم كنافه، هعمل لكم تورته ايس كريم فستق بالكنافه. فتعالوا نبتدي الاول حاجه بالفراخ ونشوف مقاديرنا ايه. الفراخ دي طبعا انا الاول عايزه اتبلها، فهقول لكم مقادير تتبيلتها او مقادير الرب بتاعها. احنا عندنا ملح، عندنا معلقه هريسه، عندنا معلقه كمون، ومعلقه كركم، ومعلقه قرف. خلينا نحط الحاجات عليها الاول. التتبيله دي انا بحطها على الفراخ وقبل ما بحمرها، بتديها لون حلو قوي وطعم كمان حلو قوي. حط معلقه الهريسه، معلقه كركم، معلقه كمون، وهعمل كل ده بقى ادهنه جامد جدا في الفراخ. انا كده دهنت الفراخ بتاعتي كويس، تعالوا بقى نحمرها. هحط الاول زبده، او ممكن احط شويه زيت على طول، مش لازم زبده، هحط شويه زيت زيتون. دايما لما تيجي تحمري الفراخ تنزليها على الوش الجلد. الفراخ دلوقتي زي ما انتم شايفين انا حطها على الوش الجلد عشان يتحمر. طبعا الهريسه والكركم مدينا لون حلو قوي، هوريكم دلوقتي لما نقلبها. هنقلبها على الوش التاني، خلينا نشوف، عايزه اوريكم لونها بقى عامل ازاي. انا مسخنه الفرن بتاعي تقريبا على درجه حراره 200، والفراخ دي بتخش الفرن يعني في حدود الساعتين، ساعتين ونص كده. الفراخ بتاعتي اتحمرت، هشيلها. طبعا هي هرجعها تاني في الصوص بعد ما اخلص كل انواع الخضار. اول حاجه هنزل البصل بتاعي شرايح عشان ياخد لون ويصفر شويه قبل ما انزل بقيه الخضار، يعني تقريبا بسيبه لمده 5 دقايق كده ياخد لون، وبعد كده هنزل عليه توم وجنزبيل. توم وجنزبيل عشان ما بياخدوش وقت في السوا، فبنزلهم بعد ما البصل يبتدي يخش في السوا. هحط شويه ملح وفلفل. البصل دايما لما تحطوه على النار على طول نزلي الملح عليه، لان البصل بينزل ميه، فلما بتنزلي عليه الملح على طول بتمنعي انه ينزل ميته. قلب البصل شويه كمان، وبعدين هحط معلقه جنزبيل ومعلقه الثوم كبيره، هحط عود قرفه، وبعدين هحط معلقه الهريسه. طبعا اللي ما بيحبش الحراق ما يحطش الهريسه، لان بس طعم الطبق ده بالهريسه موضوع مختلف تماما بصراحه. دلوقتي ممكن انزل عليهم معلقه الصلصه، وشويه ليمون، دلوقتي بقى أنا ممكن أرجع الفراخ بتاعتي تاني. وأقلبها كده تقليبة واحدة مع الصوص، وبعدين هنزل عليهم بقى بالشوربة. الريحة تحفة. أوكي، أنا حطيت شوية شوربة. هحط تاني دلوقتي، بس خلينا الاول نظبط كل التوابل. هحط كمان معلقه عسل صغيره. العسل ده او يعني اوعدكم مش بيسكر خالص خالص خالص، يعني مش هتحسوا باي طعم مسكر، هو بس بيدي حلاوه للصوص لكن ما بيسكرش. دلوقتي ممكن ازود النعناع الاخضر. احلى حاجه في النعناع ان النعناع الاخضر ان انتوا تقطعوه بايديكم وما تقطعوهوش بسكينه، لان النعناع مليان زيوت، فلما بتقطعيه بايدك بتحافظي على الزيوت اللي فيه وطعمه بيبقى احلى كتير. حطيت النعناع الاخضر، دلوقتي هزود
المشمشيه. المشمشيه بتدي مزازه للطبق ده رهيبه رهيبه. زي ما انتم شايفين دلوقتي خلاص الصوص ابتدى يغلي، انا هقلبها دلوقتي في الفخار وادخلها الفرن واغطيها لمده 3 ساعات.